ثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب. الله جل وعلا قال في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأبو طالب كافر، مات على الكفر، لكن نظرا لكونه وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحماه من المشركين ومن أذى قومه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكافئه على ذلك. حاول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له فمنعه الله عز وجل. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في الدار الآخرة إذا دخل أبو طالب النار مع الكفار فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له في تخفيف العذاب عنه، لا في إخراجه من النار، لأن الكافر لا يخرج من النار، لكنه يشفع في تخفيف العذاب عنه فقط، فيكون في ضحضاح من نار وفي أخمصيه جمرة من النار يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه مع أنه أهون أهل النار عذابا. فهذه شفاعة خاصة، شفاعة خاصة في كافر وللرسول صلى الله عليه وسلم إكراما له من الله عز وجل.